سيد باتريك، أهلا بك. ولو نتكلم عن اليوم أهم القرارات المقبلة عليها الحكومة، هذه القرارات الاقتصادية التي تنوي الحكومة ربما إسكات صوت الشارع. صحيح، اليوم الحكومة اللبنانية مصروفها كثير مرتفع، حاولت تمويل هذا المصروف المرتفع من جيب المواطن عن طريق رفع الضريبة، انتفض الشعب وقلب الطاولة على الجميع. مشان هيك بدل ما الحكومة تخفض نفقاتها قررت اليوم مثل ما عم نشوف بالأخبار المتداولة تحميل كرة النار للقطاع المصرفي. يعني قالت انه انا بدل ما مول نفقاتي عن طريق ضريبة على المصارف رح مولها، عفوا بدل ما مولها عن طريق ضريبة على الشعب رح مولها عن طريق ضريبة على المصارف. هلا المشكلة بهذا الموضوع انه المصارف اليوم كمان واقفة على كف عفيف. يعني نحن اليوم المصارف كان لفترة عم تتعرض لخروج الأموال منها، ما بقى عندها قدرة على جذب رؤوس الأموال، وهيدي الضرائب اللي مفترض رح يحطوها على المصارف رح تؤدي لشغلتين. أول شيء المصارف بدهم يحولوها لزبوناتهم، يعني رجعنا محلنا، كل الشعب اللبناني اليوم زبونات عند المصارف، رح يصيروا يدفعوا على سحب الأموال وودائع الأموال وكل هالأمور هاي، وبالتالي ما بنكون خدناها منهم مباشرة على الواتساب، بس بنكون خدناها منهم عن طريق المصارف، رجعنا لمحلنا. بس الأخطر من هيك إنه اليوم نحن هاي الضريبة على المصارف رح تعمل تهديد كبير وضغط كثير كبير على سوق القطع. يعني أنا خوفي الأكبر إنه على بكرة التنين بسبب هيدي الخطوة اللي أخذتها الحكومة يصير في ضغط شديد على الليرة اللبنانية بسوق القطاع. نعم. سيد باتريك أسمعك. نعم. نعم. وبالتالي هون اللي بدي أقوله إنه الشعب اللبناني على حق، لأنه الضريبة الإضافية كانت رح تسرع الانهيار. والحكومة غلطت بزيادة الضرائب، بس مش معناتها أنه تحويل الضرائب من الشعب للمصارف بتحل المشكلة، لأنه جربناها بال 2018 وجربناها بال 2019 وأدى هيدا الشيء لانخفاض واردات الدولة ولهروب الراسمين وإغلاق الشركات وإفلاس التجار وإغفال المحلات وتسريح العمال والموظفين. وبالتالي هيدي سياسة زيادة الضرائب سياسة أثبتت فشلها. اليوم لبنان عم بيعاني من مشاكل كبيرة أبرز الاحتكارات. اليوم عندنا احتكار كهرباء لبنان لقطاع الكهرباء، احتكار أجيرو لقطاع الاتصالات، احتكار شركة الطيران الشرق الأوسط للطيران للرحلات الجوية، احتكار شركتي الخليوي مصالح المياه كازينو لبنان إلى آخره. سيد مارديني، سيد باتريك، يعني اليوم لبنان كذلك مقبل على إعداد موازنة جديدة للبلد وسط موازنة قديمة تعيش عجز، هذا أولا. ثانيا، هذه الحلول ترقيعية ربما لاحتواء غضب الشارع، هل اليوم لا يمكن إيجاد حلول عميقة لإصلاح الاقتصاد والوضع الراهن، سواء الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي أيضا الخاص بالليرة اللبنانية والدولار ووضع البنوك خاصة؟ صحيح، اليوم الضغط الاساسي سبب مشاكل البلد هي انه الدوله اللبنانيه عندها مصروف مرتفع، هذا الشيء عم بيؤدي لعجز بخزينه الدوله. اليوم الحل هو مش بزياده الضرائب، الحل هو بتفكيك الاحتكارات. اليوم نحن اذا بنسمح للمنافسه بقطاع الاتصالات، اليوم اذا نحن بنسمح للمنافسه بقطاع الكهرباء، بالطيران، بالخليوي، بالمياه الى اخره، هيدي المنافسه بتخلي انه يفوت على البلد رؤوس اموال جديده، بتحرك الوضع الاقتصادي بالبلد، والاهم من هيك بتوقف خسائر الدوله على كل هذه القطاعات. الدوله اليوم عم تخسر مصاري على الكهرباء، عم تخسر مصاري على المي الى اخره. نعم. وبالتالي اليوم هيدا الحل الصحيح، بس للاسف في ناس مستفيده من الاحتكارات وعم بتجرب تنقل المشكله لمطرح ثاني لضرائب وتحرج الشعب على المصارف على الشعب الى اخره. تتوقع سيد باتريك غدا كلمه رئيس الوزراء سعد الحريري ستحدث فارق في هذا الموضوع؟ هل سيقدم ربما حلول ترضي الناس؟ هل ماذا يمكن ان يقول عن الوضع المالي والاقتصادي؟ صحيح، يعني نحن اليوم الرئيس الحريري عم يحكي عن فكرة خفض قطاع الهاتف الخليوي، بس اللي هي مش خطوة بالاتجاه الصحيح، بس نحن بيهمنا المنافسة. يعني اليوم إذا بننتقل من احتكار شركة عامة لاحتكار شركة خاصة بعدنا محلنا، الحل مش بالخفض، الحل هو بالمنافسة.
بعدين المشكل الاساسي انه مثل ما عم ينحكى هلا مثل ما عم بيصير التداول انه بكلمه الرئيس الحريري رح ينحكى عن موضوع تسريع تطبيق خطه الكهرباء واقرار مناقصات الغاز. طب ما هي هدول القوانين هن القوانين اللي الشعب عم ينتفض ضدها، يعني اليوم الشعب عم بيقول انا ما بقى معي مصاري ادفع ثمن خطة الكهرباء وخاصة الخطة المؤقتة. يعني نحن اليوم الدولة اللبنانية طلبت من شركة فيشنر تعمل لها دراسة، قالت لها هذه الشركة انه الحل المؤقت بكلفك اكثر من الحل الدائم، وما في شركة بالعالم مستعدة تخسر مصاري على الحل المؤقت. طيب اليوم بيجي رئيس الحرير او عم ينحكى بعد ما طلعت الورقة فعم ينحكى انه رح يكروا هيدي الخطة رغم انه هي خطة سيئة والناس ما بدها اياها وما معها تدفعها. نفس الشيء عم ينحكى عن اقرار مناقصات الغاز. طيب ما نحن اليوم البلد ما نعاوز ثلاث محطات تغويز مثل ما هن ناويين عاملين يعملوا بالخطه. اليوم بلد مثل لبنان بحاجه لمحطه تغويز وحده، اكثر شيء وحده بس اثنين اذا 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 بدنا اذا بدنا نتكرم. يعني طب ما كل محطه تغويز حققت 4 مليار دولار، وين في شيء لنا بثلاث محطات تغويز؟ البلد مش بحاجه لهم، الشعب ما بقى معه يدفع حق هالضرايب، وهلا كحل للازمه عم بيقولوا رح نمشي بهالخطط بدل ما يوقفوها لهالخطط، يعني عم يعملوا عكس الشيء المطلوب يعملوه، وبالتالي انا بستبعد جدا انه هيدي الاقتراحات تخفف من نبض الشارع، انا برايي رح تستفز الشارع جيدا. سيد باتريك مارديني الخبير الاقتصادي من لبنان، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.